هذا المكان وبالتحديد في المنطقة الشرقية لمدينة تعز، أدارت ميليشيا صالح والحوثي حربها بأساليب عبثية. استحدثت النقاط وأغلقت المنافذ، فتحت المعتقلات وضايقت السكان، وبعد مرورها صبت القذائف وأحدثت المجازر. وربما كان ما بعد المرور أكثر جرما من المرور الفعلي. يعد حي الخزانات في المنطقة الشرقية بمدينة تعز بمثابة همزة الوصل بين أهم المناطق الاستراتيجية في المدينة، فهو يربط بين حي ثعبات جنوباً وحي الجحملية غرباً، إضافة إلى إطلالته المباشرة على حي العسكري شمالاً ووادي صالة شرقاً. لذا باشرت ميليشيا صالح والحوثي منذ اللحظات الأولى إلى إحكام سيطرتها عليه، واتخذت من المنشآت العامة ومنازل المواطنين مقرات تواجد ومراكز تحكم مكنتها من إدارة عملياتها القتالية الواسعة في مختلف جبهات المدينة. المكان الميليشيات هنا كان ما تعرفش تخرج ولا تدخل، لأنه كانوا يتهموك بأي حاجة، يعني انك بتدي لهم بتدي معلومات للتحالف تدي ايش، كان كل واحد جالس داخل بيته. وبعدين اضطرنا ان احنا نزحنا وبعدين رجعنا بعد ما خرجت الميليشيات من هنا. يعني ما نقدرش نخرج لان انا داخل باب مبند، يقول لك بند بابك ولا يلا انزح، واللي يجي تعمل مو يعملوا بالشارع، ما تقدر تدخل، ما تقدر تخرج. احنا نخرج نهائيا، والله ما نخرج داخل لما يكون في برا مضايقين. أثناء تواجد ميليشيا الانقلاب في هذا الحي، برزت للواجهة العديد من الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق ساكنيه، منعت عنهم الماء والغذاء وقطعت أمامهم السبل، أمر دفع بالكثيرين إلى إخلاء منازلهم والنفاذ بأرواحهم وأسرهم والنزوح بعيدا، فيما الذين أجبرتهم الظروف على البقاء ظلوا يراوحون أماكنهم، فلم يسلموا من بطش تلك الميليشيا وانتهاكاتها المتكررة بحق إنسانيتهم التي كان آخرها إخراجهم من منازلهم بالقوة دون مراعاة ظروفهم. أجاوا لنا بالليل، قالوا لازم الناس كلهم يخرجوا من هنا، هذه منطقة عسكرية ما نشيش حد يجلس هنا، كان أي واحد يخرج يعني يتهموك، يقول لك اي تهمه، يعني يشتوا الناس كلهم يخرجوا، ما كانوش يشتوا حد هنا. لكننا نخرج خلاص، رجعنا بالاخير نزحنا. انا ما نزحت، يعني كل ما يقول ينزحوا اقول لهم انزح، يعني اين اروح؟ ما عندي لا من فوقي ولا من تحتي، ما معي اولا لا راتب ولا موظف ولا معي حاجه، شاقي وين انزح؟ قلت انزح من بيتي. كانت عندما تمشي حتى منتصف النهار أو في الظهر أو ما تجدش ولا بشر إلا الكلاب بالشوارع، كان يديك إلى الخوف قلق رعب عندما تشوف المدينة وكأنها مدينة أشباح، ما فيش أي مقومات للحياة، ما فيش، ما تحسش مع من تتكلم مع من تتحدث، في ناس ما فيش معهم حق المواصلات، في ناس ما فيش معهم حق ما يحمل السامن حقهم، يعني ضبحانين، يعني مش كل الناس كانوا مفتاحين، يعني خرجوا مقبرين وتبهذلوا الناس وبعدين رجعوا. والله عشنا يا أخي، خلي على الله، كان معانا يعني شوف قليل حب معي ثلاثة براميل نقرطهم قرط، ما نعمل يعني شوف.
بيعنا ما فوقنا ما تحتنا، من الذي يعوضنا؟ الفرش اللي كان احنا يعني داخل، انا كان داخل، انا مقتلي من داخل السعوديه، كان معي فراشات ما يقوم ايش يعني، والله بيحقوه خلي على الله كم من 20,000 من 10,000 يسوى 100,000 اقع 20، لان انت محاصر كيف تسوي نفسك؟ دمار، خراب، خوف، قلق، قذائف، يعني الوضع كان مأساوي. حدث آخر مارسته الميليشيا أثناء تواجدها في هذا الحي تمثل ببسط سيطرتها على المنشآت العامة ابتداء من المستشفى العسكري والمدارس الحكومية وانتهاء بتحويل مقر خزانات المياه إلى ثكنة عسكرية بامتياز، ومنه استطاعت التحكم بأهم شريان في الحياة الذي بتعطيله استطاعت تطبيق سياسة العقاب الجماعي لمناطق واسعة في المدينة. المشروع هذا بيمثل بالنسبة لتوزيع مناطق كثيرة في منطقة تعز، وكان يضم منطقة المقلية وثعبات وبصالة والمستشفى العسكري. الأمر توقف كان الضغط شغلت مع على ميرام، ولكن عندما بدأت الحرب هذه انتهى توقف الضغط من المستشفى وحصل يعني تفرغ للمبنى كامل، والخزانات المحابس انهبت من ايدي عائشة. لا لحد الان تم توقف المشروع تماما عن الخزان، ما لا نقدر ندخله. عام ونصف العام هي الفترة الكاملة التي مكثت فيها ميليشيا صالح والحوثي في هذا الحي، وحين غادرته قضت على كل ما تبقى من سبل الحياة في أفيائه، فلا منشآت عامة سلمت من بطشها، ولا ممتلكات خاصة قدست حرمتها، ولم تبقي سوى الديار المهدمة والمشاريع المعطلة والقلوب الموجوعة. الطيران ضرب الخزان، لأنه كانوا يدخلوا هناك الحوثاء يعني مع دبابة هنا قدام البيت، وبعدين ضربوا بصاروخ شلل الأبواب حقي كلهم حق البيت للشارع ندبهم، والشبابيك يعني الزقاق معضة كله لفوقنا الساعة 3 بعد منتصف الليل. والله والذي خلقك إنه وقعوا لقوها الواحد فوق واحد، البنات مع الأولاد مع ذلك يعني وخار مرة لما ضربوا بصاروخ الأبواب قالوا لا ضرع، لأن كانت الأبواب مبندين مع الضغط ولا الشارع. الخزانات الكبيره هذه موقفه، نهبت المولدات والمضخات وهي الان واقفه، رغم انه الماء متوفر في البئر، لا انه ما فيش من يقوم بتشغيلها وضخ المياه للمواطنين. كيلومتر واحد فقط هي المسافة الفاصلة بين حي الخزانات ومواقع التمركز التي انسحبت إليها ميليشيا الانقلاب، وهي المسافة التي لا تزال حتى اليوم. هذه النقطة بالتحديد جعلت من الحي عرضة للقذائف ورصاصات القناصين التي كانت تنهال عليه بشكل يومي وحصدت أرواح الكثيرين في أزقته وممراته. ما زال القنص إلى الآن، يعني عندما يأتي قناص أو يستبدلوا فرقة من القناصين جديدة يشوف أي حركة على طول قنص، وصبوا ناس كثير واستشهدوا ناس برضو كثير هنا بنفس المكان هذا، وهذا الشارع اللي أكثر عرضة للقنص بهذه المنطقة. والقذائف تأتي من السلال من الحبان ما زالت إلى الآن. أكبر منطقة الآن بتعز مواجهة تبات السلال، المسافة ما تقلش يعني ما تزيدش على 500 متر من الآن إحنا والحوثيين المتمركزين بتبات السلال. هذه المنطقة ما زالت تتعرض للقذائف القنص يوميا، يعني الحياة فيها خطرة، يعني دائما يعني تخرج ما تأمنش إنك ترجع.
بسبب القنص والقذائف العشوائية اللي تطلق على المساكن وعلى المواطنين كل الأوقات، ما فيش لها وقت محدد. كانت مدرسة الخنسة هذه لا تتعرض إلى إطلاق النار. مع أول أسبوعين بعد ما قمنا بعملية النظافة ورفع الركام وترتيب الكراسي وبدء الطلاب والهيئة التدريسية، إلا أن فوجئنا بوابل من الرصاص 23 مدرع، يعني 23 مضاد طيران على المدرسة، أثار الهلع والفزع بين الطلاب والطالبات، يعني مسألة مأساة كبيرة جدا. يعني تخيل البكاء والصراخ، غلط إلا أن الله سبحانه وتعالى سلم، واستطعنا أن نجمع الطلاب والتف المدرسين والمدرسات، فكنا نخرج كل مجموعة طلاب مع واحد من المدرسين، كل مجموعة طلاب مع أحد المدرسات، وهكذا حتى أخلينا المدرسة. والله ساعة ما يضرب إني يعني شوف تهتزل بيتي، يعني شوف قدرة الله في كل شيء، ما نعمل يا أخي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ندعي لله تعالى، من اللي بندعي؟ من غريم أنا؟ معانا لله، الله هو يعني شوف خصيم الصغير والكبير، والذي ظلمناش يظلمه الله، شو يضيعه الله، شو يدمره الله، اللي يضيع البلاد والعباد الله تعالى شو يدمره. أثناء سبرنا لأغوار وتفاصيل الأحداث في هذا الحي، عادت بنا الذاكرة إلى 25 من شهر ديسمبر 2017، حين سقطت قذيفة للميليشيا أمام منزل عبد الحليم وخطفت منه روح ابنته صفاء وابنه عماد، وهما يلعبان في الشارع، بمشهد صادم ربما لم ينساه الكثيرون ممن عايشوا تفاصيل أحداثه. أنا والولد نزلنا أنا وصاحب المطر للمدينة المتخضي، رجعت صراحة المطر بالحوش، قلت لنا أول بيت فيا أسمع إلى الانفجار صارح حتى شطايا داخل البيت، ما أدري إيش الانفجار، إنه قذيفة إنه لواغ، ما أدري إيش هو. خرجنا نبصر، قلنا له ولد قوم قشوعين، واحكم شوي، بزيت له أشوف ما في أحد يسعفهم، شليت المطر وسعفت الولاد ووصلت للعسكري، قالوا انتهى خلاص، لحقتهم المستشفى قلنا قمت ماتوا. هذاك عمره 11 الابن، والبنت عمره 5 سنين، والصغيرة تعورة قرحة، والابن الكبير الصغيرة شظايا توقع من فوق ذاك هنا، والكبير وقعت ابو شظايا هنا كسرت له يده. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يجعل ينتقم لي من الذي ذكر اسمه ان شاء الله. حكاية أخرى عاشها الحاج مصلح مع ميليشيا الانقلاب، بدأت فصولها حين أجبر على النزوح بأولاده الأربعة المعاقين إعاقة دائمة، وحين عودته بهم لم يسلم من قذائف الميليشيا التي دمرت منزله وأصابت يده وكذلك رأس ابنته، وانتهت الحكاية بإصابة زوجته بشلل تام ورمت بمسؤولية رعاية الأولاد على كاهله. عزل من البيت، روح من البيت، خرج ابتداء المهم سمت والفعل تجي. أنا خرج نلعب شحق، أنا لا بقى السيارة ولا يد، وصلنا لأرجينا على اقترفنا من سيد البيت، وصلنا على بيت رمي سمت رجع عبشي واتروح كود، احنا رجعنا لغصب، رجعنا على البيت أموت اللحية ببيتي، مغلوبين على أمرنا، منسوي أكلنا الحالي والمعرر، منسوي موجهين على ظهورنا، منسوي إحنا ما عليهم فعل، قذائف لا عندنا، شمت لا عندنا، محاصرة كيف صارخ لا عندنا، لا ظهر البيت حق أحمد الناجي، والراجع كله لا عندي، ولا فضل لي زجاج، أنا كل الحين لم سمع للهوج، تخزق الجذاب، حصلنا شوي سمت سددناهن،
الدرجة اللي حقيقة راح كلهن الحمد لله ما نسوي. والبني اللي عندك تعبانة وشظية اللي جاء أبراشة أجا ما عارف جاءوا معنا اللي هم الحارة يعني اللي كانوا عسكر ولا ما ولا قالوا ما يخيطونا ولا التكتور قال لك ما اشتلى بيس أنا ما أعرف شنو بيس. قلت من أول الحرب دخل الحرب وهي اطرحت لا حية ولا ميتة جنب حية جنب ميتة. أنا ملقي ظهري جهاز معوقي وأنا وحدي بالبيت حتى دخل نفسي الدلفين لا معاشات معنا ولا معي شيء ولا طرفي ولا قفي ولا توظفنا ولا معنا أي حاجة. تفاصيل الحياة في حي الخزانات لا زالت معقدة حتى اليوم، لا سيما وميليشيا الانقلاب لا زالت متمركزة في واجهته الشمالية والشرقية، وأغلب من يقطنون الحي نازحون من مناطق احتراب أخرى، فيما السكان الأصليون لا زالوا بعيدين عن منازلهم. وبالرغم من كل ذلك إلا أن بصيص حياة مشوبة بالحذر بدأ يعود لواجهة الحي مجددا وبإمكانات بسيطة جدا. فالحياة كما قلنا أنه وضع الناس وضع مأساوي في هذه المناطق، وخصوصا قلنا بالذات هذه المنطقة أنه كل صعوبة في كل شيء، القذائف ما زال، القنص ما زال، الضرب ما زال يعني، والناس عادوا إلى مناطقهم بشكل انتحاري يعني أقول لك خلاص مع يعني أموت في بيتي أمر طبيعي يعني، خرجنا تبهدلنا لم نستطع العيش في المناطق الأخرى عادوا إلى بيوتهم وهم متقبلين أي وضع حياة أو موت أو ما شابه ذلك. واقع مملوء بقصص الأرض والإنسان تركته ميليشيا صالح والحوثي في أحياء مدينة تعز، بعضها تغلبت على واقعها وطببت جراحها رغم الألم، والآخر لا زال يعيش الوجع كل يوم، وما زال لدينا الكثير لعرضه في كلا الوضعين.